تتكلم عندي فيه الحالات وعندي ارقام قياسيه. الحالات هنعملها على الشاشه، حالات الماتش الاول الاهلي النادي الاهلي. نبدا بالحالات الفنيه، نشوف مارسيل كولر ازاي قدر يتفوق على مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جده. نبص الاول، هو فكرته ان امام عاشور كان بيلعب طول الماتشات اللي فاتت كان بيلعب 8 ناحيه الشمال، الماتش ده جابه 8 ناحيه اليمين، عمل جبهه كويسه جدا مع محمد هاني ومع بيرسي تاو ناحيه اليمين، وكوكا كان ناحيه الشمال. ادي اول حاله معانا اهو، نبص هنلاقي ادي الاربعه 3-3. طبعا الارتداد اللي اتكلمنا عليه، الارتداد بتاع الشحات وتاو اللي اتكلمنا عليه ده هيبقى ليه دور مهم جدا، ازاي تاو ملتزم دفاعيا مع محمد هاني، ازاي الشحات ملتزم دفاعيا مع علي معلول، ومروان عطيه بيقفل العمق، وكوكا بصوا على كوكا تحديدا هتلاقيه رايح مع مين؟ فابينيو. مع فابينيو. دايما هو اللي بيمارس الضغط العالي، كمل عشان معانا حالات كتير. لان هو فابينيو هو العقل المفكر اتحاد، هو اللي بيبنوا الهجمه من عليه. صحيح. فبص هنا حضرتك، هناك كوكا مع مين؟ مع فابينيو، امام رايح نازل برضه مع فيصل الغامدي، تاو واخد الباك ليفت، الشحات، بص الالتزام كله تحت مستوى الكوره، اول المقطع الضغط في وسط الملعب هعمل المرتده. ده اسلوب لعب كولر، وده وعشان كده ممكن يكون الاستحواذ بتاعنا مش عالي، لكن ده فكر المدرب ان انا النهارده بلعب بضيق المساحات. هاتوا الصوره اللي بعدها واحنا بنتكلم، هتلاقي بضيق المساحات وبعمل المرتده. بص هنا كوكا الدور الخافي بتاع كوكا قريب منين؟ من فابينيو. مروان عطيه رايح مع كانتي، الشحات قافل على الباك رايت، وبيرسي تاو على الباك ليفت، معلول وحتى المساحه يا كابتن هاني يا كابتن اسلام، المساحه ما بين المهاجم ما بين كهربا ما بين خط الدفاع قريبه جدا. دي 25 متر. المسافه قريبه. بص هات الصوره اللي بعدها، كمل الحاله اللي بعدها على طول، برده نفس الشكل. هنا الضغط العالي، هنا امام رايح مع المساكي الثاني، كوكا مع مين؟ مع فابينيو. عشان يمنع البيلد اب. هنا الحارس لما لقى الضغط ده راح لعبها ايه؟ طوليه. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، وده الدور اللي عمله كوكا. كمل نفس هنا بقى الجبهه اللي كان عاملها برضو، ان احنا بنعمل شكل مثلث من الناحيه الهجوميه والتحولات، شكل مثلث. دي الكوره اللي هي هاني قدر ان هو يخترق منها ويعمل العرضيه. هنا امام اهو امام عاشور وبيرسي تاو وهاني، والناحيه الثانيه كان حسين الشحات وكوكا ومعلول، وفي النص كهربا. ده شكل المثلثات اللي عمله على الاطراف مارسيل كولر. كمل. وهنا دور امام، امام ما كانش بيلعب في الحته دي في الماتشات اللي فاتت، النهارده توظيفه ان هو يبقى في الحته دي عشان يستغل المساحه دي، ده برضه يحسب لكولر، تغيير مركز امام عاشور او نعتبر تبديله من يعني الشمال لليمين. اليمين. هنا نقطه التحول من البدايه، وقلنا التفاصيل الصغيره، تالق الشناوي في الدقيقه 9 ان هو بيشيل كره زي دي، دي حاجه تحسب لحارس، ودايما الفريق الكبير لازم يمتلك حارس كبير زي الشناوي. لا اكيد. كمل. هنا الانقاذ بتاع الشناوي تكملته اللي بعدها. هنا برضو الدور اللي عمله كهربا والضغط على الحكم عشان ضربة الجزاء. أوكي. كل دي تفاصيل صغيرة في الماتش، هتلاقي ان التفاصيل دي مهمة جدا في ضربة الجزاء. ادي الهاند بول. كمل. يعني طب يعني لو كهربا ما راحش واتكلم الموضوع عادي، كان ممكن يعدي، ممكن تعدي، كان خالص. ممكن يعدي، وده اللي احنا برضه هنا دور كهربا ان هو بيحاول يمتص الحماس ويمتص الضغط عشان لما يجي معلول من بعيد، ده برضه حاجات تفاصيل صغيرة في الكورة. كهربا بصراحة لعيب ذكي جدا، ساهم في الثلاث اهداف، الجون الاول عمل ضربة الجزاء، اسيست الجون الثاني والجون الثالث. ودي كره ثانيه، دي كره ثانيه برضو شالها الشناوي في الدقيقه 37، كانت ممكن تبقى 1-1 لو بنزيما حطها في البعيده مثلا. هنا ضربه الجزاء في نهايه الشوط الاول بيتالق الشناوي، عشان كده بشوف ان الشناوي يعتبر رجل المباراه باللي عمله، لانه قدر يحول النتيجه من تعادل لفوز للنادي الاهلي. هنا كوكا برضو ابطال مفعول رومارينيو، بص كوكا في التاكلنج ده في الدقيقه 46. انا بشوفها دي لعبه المباراه. بعد اللعب الشناوي يا جماعه، معلش انا الشناوي في حته ثانيه بالنسبه لي، لكن اللعبه دي بصراحه، اللعبه دي كوكا والروح، هنا الروح وشخص وعوده روح الفانيله الحمراء للنادي الاهلي في الماتش ده. بص التاكلنج بتاع هاني والتاكلنج بتاع معلول وبتاع كوكا. كمل. برضه هنا الانفراد، ده الانفراد اللي كان في الشوط الثاني في الدقيقه 54، قدر برضه الشناوي ان هو يشيلها. خبطت في القايم. دي في وجهه نظري الشخصيه ما دخلتش، لو ممكن نرجع للصوره اللي فاتت دي ما دخلتش، لان بصراحه لعيبه اتحاد جده كانوا عندهمش فير بلاي، عندهمش فير بلاي، لان هو كان عندهم لعيب واقع وعلي معلول، هم لعيب من عندهم كمان. صح. وعلي واقف والهجمه كانت لينا، وعلي طلع الكوره بره، راح اللعيب قايم، وهم لعبوا الكوره بسرعه، كنا احنا لسه ما وقفناش، ولغايه لما فيصل الغامدي طبعا بالامانه كان نجم نجم الاتحاد الاول، ولد صغير، ولد ممتاز، رغم ان هو اصغر واحد فيهم في السن، 22 سنه، ولد ممتاز ممتاز، يعني مكسب ليهم، مستقبل السعوديه على فكره.
كمل الصوره هنا برضو الجون بتاع حسين الشحات ده احلى هدف، احلى هدف الركنه في البعيده والتمريره، هنا برضو المرتده والاستلامه في الاول من كهربا وان هاني لعبها له وقدر يحضر، وان انت استغليت المساحات اللي ورا الظاهرين اللي كنا بنتكلم عليها نقطه ضعف اتحاد جد. كمل برضو هنا، هنا الجون الثالث، الجون الثالث كان بدايته قطع للكوره، قطعها من بدايتها خالص صحيح. من بدايتها خالص الشحات قطعها وقدر ان هو يرجع يكمل فيها، يعمل اسيست مع اللي كهربا، كهربا عملها كمل هات اللي بعدها، هتلاقي كهربا عملها لامام وقدرنا ان احنا نسجل الهدف الثالث. بص الشحات بقى فين؟ الشحات ما شاء الله يعني ده معدلات جري كبيره جدا. لازم الناس تعرفها يا كابتن هاني طبعا، اكيد كلاعيبه الكوره عندكم خبره اكيد عارفين، بس نشرحها للناس ان الفريق وهو بيلعب على المرتدات مرتاح اكتر بكتير وهو بيلعب على الاستحواذ، لان في الاستحواذ مطلوب منك تاخد القرار، انما في المرتدات انا واقف مستنيك انت اللي تغلط، وانا بخبرتي وبقوتي اقدر في خلال خمس اربع هجمات اخلص الماتش. لو كل الفرق هتلاعب النادي الاهلي هي اللي ماسكه الاستحواذ والنادي الاهلي بيخسر الارقام كلها هيكسب الماتش. ليه؟ انا مش هتعب. امبارح شايفين ماتش لعيبه النادي الاهلي بتخلص المباراه وهي كامل ياقوتها البدنيه. فدي نقطه بس تاني برجع للكابتن، كمان كابتن اسلام قال كلمه حلوه قوي لما كان كابتن ماهر همام موجود، قال لك ايه؟ قال لك ما انت هتيجي تسال هو الفريق اللي كسب اتحاد جده وقيمته التسويقيه 110 مليون يورو ما كانش عارف يكسب الجونه وسموحه ويانج افريكانز وبلوزداد؟ دي فعلا دي الكلمه اللي الناس تقولها لنفسها. فكره ايه؟ في بعض الاحيان في الرياضه بشكل عام مش في الكوره، اسلوب اللعب كمان والتوفيق ساعات ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى ياجل لك، ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون شايل لك شيء. ولو تفتكر كابتن هاني في الحلقه اللي فاتت حسيت سؤال مهم، هل مونديال الانديه ساعات بيشفت الموسم؟ طبعا. هل ممكن الموسم يبقى ماشي بشكل وحش يجي المونديال؟ ما هو ماتش واحد بس، ماتش واحد النهارده الناس كلها مديه اللعيبه حقها، شايفين الجهاز الفني اجتهد، ده انا اسف يعني ده مش جهد يوم واحد. ده اللي بتكلم عليه بقى يا كريم، احنا بنتكلم على جزئيه مهمه جدا، انك ما بتقيمش مرحله بمباراه او اثنين او ثلاثه. بالظبط. ما حدش دلوقتي هيطلع يقول جارديولا ده مدرب فاشل مشروع ده اتعادل اربع مرات. بالظبط. الجزء اللي عندنا للاسف يعني لازم عاطفي زياده عن اللزوم ومتسرع بشكل كبير جدا. صحيح. كل الحق لكل اللي بينتقد ما عندناش مشكله فيها، لكن ان انت توصل لمرحله تقول ان النادي الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا وانت متصدر، يعني ان شاء الله متصدر الدوري واول المجموعه في بطوله افريقيا واصل لقبل نهائي كاس العالم، فكل ده امور يعني انا بشوفها ممكن يا كابتن يحط قاعده حلوه قوي، هي ايه؟ انتقد زي ما انت عايز مفيش مشكله، لكن لا تحول الامر لحمله. برافو. هي دي الفكره، لا تحول الامر لترند. برضو مره ثانيه وانا لازم انا اللي الحق يعني، او انا اللي اقول الكلمتين دول، لان هم لا اصل انا عارف اللي جواكم انتوا الاثنين تحديدا كمان يعني او كلنا يعني، ان حضراتكم هنا بتتكلموا عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي وليس على جمهور النادي الاهلي، لان احنا عندنا اساس احنا دايما بنتكلم فيه مش مشكله خالص، الجمهور الاهلي يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه ويتكلم زي ما هو عايز، لانه جمهور الاهلي في الاخر زي ما كابتن هاني قالها في اول حلقه بيفضل يساند يعني بينتقد ويعمل ويعمل كل حاجه، وفي الاخر في الوقت المناسب بيعرف امتى يساند فرقته ويقف في ظهرها. هي المهم اللي بتقوله، بس كمان مهم ان بعض جماهير اللي بتحب النادي الاهلي قد تتاثر بما يقال على السوشيال ميديا. صح. يعني هي دي الجزئيه اللي ممكن جدا انا مؤمن بحاجه، لكن صح من كتر ما بخش وبقول ابدا افكر لا صحيح. لا الموضوع صحيح. الموضوع مش صح او في حاجه غلط صحيح. وبالتالي احنا بنقول كده علشان يبقى الكلام واضح واحنا بنتكلم بروفيشنال، احنا بنتكلم خلي بالك اللي احنا بنقوله ده ممكن نقوله على اي فرقه تانية غير النادي الاهلي، انك يكون في تقييم واقعي موضعي احتراف يعني. عايز تشوف الحالات؟ يا ريت. طيب يبقى هنطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف الحالات الفنيه، لان في حالات فنيه كبيره جدا وان دلت فتدل على ان هناك شغل معمول على اعلى مستوى.